السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، حلقة جديدة من بودكاست برزة. نطوف اليوم بإذن الله تعالى مع ضيفنا الكريم إلى محاور عديدة حول الإعلام والفن وغزة ومحاور أخرى ستعرفونها بمشيئة الله. نرحب وإياكم بضيفنا الكريم دكتور سعد عنان كريم، حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا فيك. والله يعني بارك الله فيكم. يا مرحبا، تشرفنا بوجودك معنا. تشرفت بكم حقيقة، ويعني بهذه الزيارة الكريمة لسلطنة عمان الطيبة وبشعبها الطيب المضياف، حياكم الله. يا مرحبا وسهلا. كما تعودنا نعرف لضيوفنا الكرماء في بداية كل حلقة. دكتور سعد عنان كريم، دكتوراه العلوم السياسية وماجستير دبلوماسية والعلاقات الدولية وبكالوريوس الشريعة الإسلامية من الجامعة الإسلامية بفلسطين، وكذلك هو أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة الأمة بفلسطين ومستشار التدريب في اتحاد المدربين العرب التابع لجامعة الدول العربية، وأيضا رئيس مؤسسة شمس للإنتاج الإعلامي والتدريب، كما أنه رئيس مجلس إدارة إذاعة الأسرة في فلسطين. ما شاء الله سجل حافل دكتور وإنجازات عديدة، وبالتأكيد أن المشاهد يتساءل كيف يمكن تحقيق كل هذه الإنجازات وفي فترة مبكرة من العمر. حدثنا عنك دكتور، حدثنا عن تدرجاتك الوظيفية وأهم المناصب أيضا اللي شغلتها في حياتك. حياكم الله أخ عدنان، بارك الله فيكم، وحقيقة يعني تغمرنا السعادة ونحن نستضاف اليوم في هذه الحلقة على قناة الاستقامة الفضائية العمانية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لهذه الحلقة الأثر الطيب والقبول والنفع، اللهم آمين لنا ولكم. يعني بفضل الله عز وجل، أولا الإنسان المسلم يجب أن يكون يعني ينطلق من خلال تربيته الإسلامية ومن خلال المفاهيم القرآنية والنبوية منذ النشأة على احترام الوقت وأهمية الوقت. يعني عندما نتحدث عن تحقيق أهداف في الحياة، وعندما نتحدث عن إنجازات، وعندما نتحدث كيف الإنسان يمكن له يعني أن ينتقل من إنجاز إلى إنجاز في حياته، يجب عليه أولا أن يعلم بعض المفاهيم البسيطة، وهي الوقت هو الحياة. الوقت هو الحياة، نعم، هذه الكلمة اللي ربما يكون الإنسان قد قرأها في كتيب صغير، نعم، يعني يحمل عنوان الوقت هو الحياة منذ يعني نعومة أظفاره، أو سمعها من داعية أو خطيب في المسجد، يجب عليه ألا يعني يتركها ويمشي. جميل. ويجب على الإنسان أن يتعلم أنه كل شيء يعني بالفعل يقرأ أو يسمع إما حجة له أو حجة عليه. فحقيقة أنا الوقت هو الحياة يعني قرأتها في كتيب وأنا طفل، وأيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، يعني أنه الإنسان سيسأل عن 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 حاجتين مهمات، عن شبابه وعن عمره، وخصص مرحلة الشباب يعني لفورة الإنسان وطاقاته الذي يستطيع أن ينجز بها حقيقة. إضافة أن القرآن الكريم قد أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر بالوقت وأهميته، فهذه المفاهيم عندما يتربى الإنسان عليها منذ نعومة أظفاره يستحيل أن يفرط بالوقت وأن يقتل الوقت وأن يعني يمضي الوقت عليه سراعا، وهي الحياة التي تمضي سراعا دون أن يحقق شيئا. فالحمد لله منذ يعني الصغر زرع فينا الوالد رحمه الله وأسكنه أعلى درجات الجنة يعني كيف الإنسان ينجز، فكان هو يعني يحب القراءة، ولديه مكتبة يعني صغيرة ولكنها كانت مثمرة، كان يعودني على القراءة، كان يدربني وأنا في الصف الثالث الابتدائي، يعني لازلت أذكر أقرأ ويعودني على أن أقدم درس في المسجد ولو 3 دقائق، ما شاء الله، استأذن من الأئمة وأقوم معه على بعض المساجد في منطقة السكن، يعني منطقة التفاح، منذ نعومة الأبقار. أنا في الصف الثالث الابتدائي، هذا يعني أول ما كنت أتحدث، كان يعني يعلمني بعض أبيات الشعر ويجعلني ألقيها ويعلمني هذه المهارة، هو كان يحب المسرح وكان يعني التقليد، فكان يعني دائما معي، خاصة أنني يعني أتيت بعد 6 بنات، فكان يهتم بي كثيرا، كان يوصلني إلى المدرسة وهكذا. فهذه الأمور حقيقة أعطتني دافع من البداية
أن أحافظ على الوقت وأن أمارس أكثر من شيء، أكثر من موهبة، الخطابة، التمثيل، يعني وإن كانوا متناقضين. وبدأنا نتدرج بفضل الله عز وجل. يعني العنوان الرئيس الوقت هو الحياة، والحفاظ على الوقت يجعلك تضع ما نسميه اليوم يعني في عرفنا كمدربين التخطيط الاستراتيجي الشخصي. نعم. ويعني إذا سمحت لي أتحدث بهذا يعني نبدأ. جميل، إن شاء الله سنبدأ فيه. لكن قبل ذلك، بالنسبة لتدرجاتك، نلاحظ أنك البكالوريوس مثلا في علوم الشريعة، نعم، بعد ذلك الماجستير توجهت للسياسة نوعا ما، حدثنا عن هذه المراحل. يعني أنا بفضل الله عز وجل حاصل على بكالوريوس الشريعة الإسلامية من الجامعة الإسلامية، ومن ثم الماجستير في الشريعة الإسلامية تخصص الفقه المقارن، ومن ثم اتجهت إلى ماجستير الدبلوماسية والعلاقات الدولية، برنامج مشترك بين أكاديمية الإدارة والسياسة وجامعة الأقصى في غزة. وكان عنوان الرسالة السياسة الخارجية الماليزية تجاه القضية الفلسطينية، وكانت الرسالة الأولى من نوعها لباحث، وكان هناك توصية بالنشر بفضل الله عز وجل. وأيضا الدكتوراه كانت في العلوم السياسية بتقدير امتياز من السودان، وكان عنوانها العلاقات المصرية الإسرائيلية وتأثيراتها على القضية الفلسطينية. ويعني بعد ذلك يعني عدنا إلى استثمار بكالوريوس الشريعة، فعملت مزاولة محامي شرعي ومحكم شرعي أيضا في غزة. نعم، في غزة، وعملت يعني مكتب محاماة، وأيضا اللي هو التحكيم القانوني معتمد من وزارة العدل، فأصبحت محامي شرعي مزاول ومحكم شرعي ومحكم قانوني، وطبعا رجل إصلاح معتمد أيضا. وعملنا في الاستشارات الأسرية يعني وتأهيل الخاطبين والمخطوبات، وعملنا في هذا المجال الاجتماعي. بعد ذلك يعني ختام محطة أكاديمية كانت اللي هو التوجه للمعادلة ما بين الفقه المقارن والقضاء الشرعي، بحكم أن رحت لمزاولة المحاماة الشرعية. نعم. فالحمد لله يعني توصلنا لمعادلة، أنه بقي علي 3 مساقات وكتابة الرسالة للحصول على الماجستير الثالث وهو في القضاء الشرعي في الجامعة الإسلامية في غزة. وإيش حال دونك دون ذلك؟ الآن الحرب. سبحان الله. الحرب طبعا إحنا خرجنا قبل الحرب أنا وزوجتي إلى العمرة، وكان يعني الخطة ضمن خطتنا الاستراتيجية الشخصية الممتدة والمتغيرة باستمرار فضل الله، يعني من 5 سنوات إلى 5 سنوات دائما نحقق خطط استراتيجية شخصية ونقيمها، ويعني في الخطة التي تليها نتعلم مما سبق. فالآن الحرب عندما يعني أصبحت موجودة يعني أثرت على كل مناحي الحياة الفلسطينية، وهي ليست حرب بل هي هولوكوست صهيوني مستمر وممتد وإبادة جماعية طالت كل مناحي الحياة. فلكن نحن لا نيأس، ونحن على يقين صادق على الله تبارك وتعالى أننا سنرجع إن شاء الله منتصرين، وسنحقق باقي أهدافنا، وسنصل إلى التحرير الشامل والكامل بإذن الله بإذن تعالى. بإذن الله سيكون ذلك قريبا. طيب دكتور، أيضا مطلع على سيرتك الذاتية يجد فصول عديدة في قصتك مع الإعلام. نعم. في الإنتاج الفني، في الإخراج التلفزيوني كذلك، ومع الإذاعات المسموعة كذلك. إيش قصتك مع الإعلام؟ حياكم الله. يعني بدأت منذ الطفولة في العمل المسرحي، سواء منذ كنت موهوبا على يد الوالد رحمة الله عليه، ومن ثم في المسرح المدرسي في المرحلة الإعدادية وأواخر المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية بالكامل. كنا في المسرح المدرسي على الإذاعة المدرسية نقدم سكتشات قصيرة عن بعض القيم، وكنت أكتب هذه السكتشات وأخرجها بفضل الله عز وجل. وهذه طبعا المهارة تطورت عندما التحقنا في الجامعة الإسلامية، كنت مسؤولا عن المسرح الجامعي ضمن نشاط اللجنة الفنية بمجلس طلاب الجامعة الإسلامية. عملنا طبعا في كافة المهرجانات والحفلات والمناسبات داخل الجامعة، وتطور الأمر أن نقدم على مسرح رشاد الشوى الثقافي المسرح الأبرز في غزة أيضا أعمال باسم مجلس طلاب الجامعة الإسلامية واللجنة الفنية، أعمالا ومسرحيات على رشاد الشوى. أيضا هذا العمل المسرحي جعلني أتشجع للعمل كمسؤول للفرقة المسرحية في فرقة الفرسان الفنية، وتطورت لاحقا عندما انتهت عمل هذه الفرقة إلى تأسيس فرقة كنت من مؤسسينها، فرقة الفوارس الفنية. ولاحقا عندما استشهد الشيخ أحمد ياسين يعني أطلقنا وفاء له
ولدعمه لهذه الفرقة التي كانت تقدم الأفراح الملتزمة، فأصبح اسم الفرقة فرقة الفوارس الياسين للفن الإسلامي. وطبعا في عام 2001 يناير 2001 كنت يعني مديرا لشركة أمجاد للإنتاج الفني والإعلامي، وامتلكنا فيها استوديو بسيط وبدأنا في 2001. في 2001 نعم. يعني كم كان عمرك وقتها؟ تقريبا 20 عام ما شاء الله، في بداية 21. فالحمد لله رب العالمين، يعني عندما يكون الإنسان منذ الصغر يتولى بعض هذه الملفات، نعم، ويدير فرقة ويدير مؤسسة، ويعني يعمل وهو طالب في الجامعة ويستطيع أن يوفق بين أكثر من شيء، يعني هذه هي توفيق من الله أولا، يعني الله تبارك وتعالى يقول وما توفيقي إلا بالله. فيعني عندما يكون في قلوبنا هذا اليقين ويكون هذا التوكل على الله تبارك وتعالى، وعندما نبرمج أوقاتنا بشكل سليم ونستفيد من أوقات البكور، وأنا دائما أنصح حتى في برامج التدريبية التبكير، أيوة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها، نعم، أي الصباح. فعادة الأوقات ما بعد صلاة الفجر هي أوقات بركة ذهبية، ونعم، وهذه الأوقات هي لا يتم فيها الإنجاز الحقيقي. فالحمد لله رب العالمين، استطعنا من خلال شركة أمجاد أن ننجز أعمال كثيرة للفن الملتزم، حتى يعني كانت المناسبة لتأسيس إذاعة صوت الأقصى، يعني مع الدكتور فتحي حماد والأستاذ بهاء الدين المدهون، كنت معهم عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة، وكانت في البدايات على ترخيص هذه الشركة، شركة أمجاد للإنتاج الفني والإعلامي في غزة، ومن ثم يعني عملنا عضو مجلس إدارة في هذه الإذاعة في بداياتها، وبفضل الله أسهمنا في يعني في أول خطة برامج تدريبية، وفي أول تأسيس لقسم الإعلانات، وفي كل الأقسام كان بفضل الله لنا يعني بصمات، وأصواتنا كانت من أول الأصوات التي يعني كانت على أثير إذاعة صوت الأقصى. وأما عن دراما الإذاعة على هذه الإذاعة المباركة اللي احنا بنعتز فيها كثيرا ونعتبرها إن شاء الله في صحائف أعمالنا إلى أن نلقى الله، يعني ونعتبرها هي نواة يعني شبكة الأقصى الإعلامية بكل ما فيها من خيرات كبيرة للمقاومة الفلسطينية ولشعب فلسطين وللقضية الفلسطينية، نعم، ولا زالت وستبقى بإذن الله تعالى. يعني عملنا أول دراما إذاعية على الإذاعة، كانت هي عبارة عن دراما اجتماعية بلغة عامية باللهجة الفلسطينية. جميل. كان مسلسل اسمه لسه الدنيا بخير، بنتكلم فيه عن قيم فلسطينية، ولاحقا بفضل الله تطورنا، فكنت أول من أخرج الدراما الإذاعية العامية، وأيضا أول من أخرج على الإذاعة الدراما الفصحى، فكان أول مسلسل إذاعي فصحى اللي هو مسلسل الصراع، يتحدث عن القضية الفلسطينية وعن بدايات الاحتلال، ويعني نضع الجيل أمام التاريخ للمجازر الصهيونية بحقنا والتهجير، ويعني وصولا في نهاية الجزء الثاني من الحلقات. طبعا دكتور هذه كلها مقبلات لما سنتحدث عنه الله، حتى لا نحرق الحلقة على جمهورنا. الله عز وجل. كان هناك أيضا مسلسل بيت المقدس. فكان لدينا دراما إذاعية عامية وفصحى، وكانت هذه بدايات مشرقة. جميل. وكنا أيضا ممن قدم وأعد برامج على هذه الإذاعة. ممتاز جدا. طيب دكتور، المشاهد الآن وهو يستمع لكل هذه الإنجازات، نقول في عمر مبكر ما شاء الله، أنت الآن في 46 تقريبا، نعم، شهادة دكتوراه، 3 ماجستير، بكالوريوس، ترأس لمجموعة من الفرق والشركات كذلك، أستاذ جامعي. الكثير يتساءل وسط الشتات، عدم التركيز، ضياع الوقت، كيف بالإمكان الإنسان أن يكون وقته أكثر إثمارا، أكثر إنتاجا، أكثر فاعلية، بحيث أنه يستطيع أن يقدم الكثير في حياته في سن مبكرة كذلك؟ والله أذكر نفسي، ويعني رسالة للسادة المشاهدين الأعزاء جميعا، حقيقة يوجد قاعدة ننطلق منها، من يريد يستطيع، هذه قاعدة نضعها نصب أعيننا، من يريد يستطيع، وما يتوكل على الله فهو حسبه، ومن أراد التوفيق من الله حصل عليه، وما توفيقي إلا بالله. يعني حتى لا نتكلم كلام في الخيال، نريد أن ننطلق من منطلقات ثابتة. أولا يؤمن الإنسان أنه يجب أن يكون لي رؤية في الحياة، إلى أين أذهب، ما هي رسالتي، إيش بدي أحقق، ماذا يعني سيقال عني، وأين سأكون
بعد 5 سنوات على سبيل المثال؟ جميل. هذا سؤال بسيط جدا، تخطيط. أيوة، هذا سؤال بسيط جدا. نسأل لأنفسنا، نسأل عادة لأبنائنا أين ستكون بعد 5 سنوات، نسأل لزملائنا، نسأل لطلابنا أين ستكون بعد 5 سنوات. هذا تخطيط استراتيجي شخصي. عندما نقول إحنا إن والله في تخطيط استراتيجي للمؤسسات، طب وهي المؤسسة والوزارة والدولة لها قيمة بلا الموارد البشرية؟ لا لا طبعا. ونحن حقيقة في غزة وفي فلسطين بشكل عام لا نمتلك بترول، نحن نمتلك أغلى شيء في العالم وهو المورد البشري الفلسطيني اللي بنعتز فيه، الطاقة الفلسطينية والإنسان الفلسطيني اللي أسهم بفضل الله عز وجل بوجوده في كثير من الدول، حتى في بداية تأسيس دول الخليج عندما كان المعلمين من فلسطين يكونوا موجودين هناك ومن بعض التخصصات الأخرى، ويعني شهد لكفاءة الإنسان الفلسطيني أينما حل وأينما وجد نفع. يعني نحن نؤمن بهذا الأمر، فعندنا حرص كبير جدا على أنه المورد البشري يجب أن يكون ذات جودة عالية جدا، فهذا يسهم لأن نؤمن بأنه في تخطيط استراتيجي شخصي، رؤية، رسالة، أهداف عامة ل5 سنوات، ونجزئ هذا الخطة الاستراتيجية الشخصية لمدتها 5 سنوات يجب أن نجزئها إلى خطط تشغيلية، خطط تنفيذية للسنوات الخمس، كل سنة مستقلة. إذا أنا كنت مخلص ثانوية عامة وبدي أدخل الجامعة، طيب خليني أنا أقول والله ال5 سنوات وين أنا بدي أروح؟ إن أنا بدي أكون خريج من بكالوريوس الشريعة الإسلامية، والسنة الخامسة أقول إن شاء الله أحصل عليها على وظيفة. طيب كيف؟ كل سنة أنا أريد أن أحصل مثلا على مجموع متقدم، جيد جدا، امتياز، وكلما رفعت السقف، إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى، تضع السقف العالي، وحتى لو كان هناك عقبات أو تحديات أو مخاطر تستطيع أنت يعني لا تنزل كثيرا. وكل سنة حتى في السنة نفسها تقسم إلى أرباع، وفي كل ربع وربع وفي كل شهر تكون هناك دراسة سريعة إيش أهم التحديات حتى لا تتكرر معك لاحقا. وهذا ليست نظريات بل هذا واقع، وهناك قصص نجاح كثيرة طبقت ذلك، فالحمد لله رب العالمين حققت أهدافها ووصلت وأنجزت، فلا نتكلم من درب الخيال. فعندما الإنسان بالفعل يضع والله أنا في 5 سنوات رايح باتجاه إنهاء بكالوريوس، أنا رايح باتجاه الحصول على مثلا مهارة لغة إنجليزية متقدمة، أنا رايح مثلا باتجاه أن يكون لدي مصدر دخل من خلال العمل عن بعد ولو كان يعني قليل بس فقط لا غير، أو عمل في أي مجال ولو في اليوم 4 ساعات 5 ساعات حتى يكون لي دخل، لأنه عندنا في غزة يعني من لا يعمل ومن لا يعني يحاول أن يكون لديه دخل لا يستطيع بناء نفسه. المعظم عصامي، المعظم بنى نفسه بنفسه من الصفر. أيوة من الصفر، لأنه الواقع في غزة معروف للجميع، الواقع في فلسطين بشكل عام معروف للجميع، نحن تحت احتلال وأمام تحديات كبيرة وأمام بطالة منتشرة، ومن لا يستطيع أن يكون صاحب رؤية وصاحب أهداف في الحياة ويكون إيجابي ومبادر سيبقى مكان. الحاجة أم الاختراع، ولكن مع ذلك أيضا همة الرجل الفلسطيني هي من تدفع لهذا. نعم، وقاعدة دائما أحب أتكلم في القواعد، نحن نأخذ بالأسباب ولكن لا نتوكل عليها، وهذه من الخلفية الشرعية الموجودة عندنا. جميل. نأخذ بالأسباب متوكلين على رب الأسباب حتى لا يكون شرك، لا نتوكل على الأسباب. فإذا أخذنا بالأسباب كاملة نعذر أنفسنا أمام الله فيحصل التوفيق والبركة. ما شاء الله، يعني هذا أهم شيء، الإنسان مش بشطارته، أنت تأخذ بالأسباب. صحيح. فعندما تجد البركة في الوقت تنجز الرسالة، رسالة الماجستير، وعندما تجد توفيق وبركة تنجز رسالة أخرى وتخصص آخر، وعندما تجد بركة وتوفيق من الله تبارك وتعالى تجد أيضا بركة. هذا على صعيد المال، لأنه ما في ماجستير بدون مال. بالضبط. وما في ماجستير تنهيه بدون نجاح. صحيح. وهذا يحتاج إلى توفيق وإلى دراسة وإلى تقديم اختبارات وإلى نتائج وإلى مناقشة رسالة. فإذا التوفيق والبركة الإلهيين يحتاج من الإنسان أن يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جميل جدا. نريد أيضا دكتور أن نتوجه الآن إلى محور جديد وهو محور القوة الناعمة على الإعلام. ما أهمية القوة الناعمة المستخدمة في الإعلام؟ مدى تأثيرها على الشعوب؟ مدى تأثيرها على الأفكار؟ مدى تأثيرها على البقية؟ مدى إرسالها للرسائل التي نريد إيصالها إلى جمهورنا؟ وكذلك
كيف تسهم في معركة التحرير بإذن الله تعالى؟ الحمد لله رب العالمين، الشعب الفلسطيني يتمتع بالوعي ويتمتع بالعلم والمعرفة، ونسبة الأمية لدينا لا تكاد تذكر، نحن لا نقول 1%، هي أعشار، يعني لا تذكر نسبة الأمية في فلسطين، بفضل الله لا تذكر، وهذا يجعل الشعب الفلسطيني يعلم ما يدور حوله. نحن أدركنا مسبقا أن الصهيونية العالمية وأن دولة الاحتلال المجرمة، هذه الدويلة والكيان الصهيوني هذا، قد مارس منذ تأسيسه، بل من قبل تأسيسه، الدعاية الصهيونية، ومارس الإعلام، ومارس الفن حتى من خلال هوليود وإنتاجاته المسمومة، كيف كان يسوق لمظلومية اليهود من المحرقة والهولوكوست والاستعطاف العالمي، صحيح. وأن يعني هؤلاء يجب أن يذهبوا إلى وطنهم الجديد، ويعني نتيجة المحارق، ويعني هذا التصور والأنسنة ومعاداة السامية وبعض الأكاذيب والحمل الوديع. أيوة، الحمل الوديع، ومن يعادي هذا الحمل الوديع فهو مجرم، ويعني عمل يعني بعبع من الصهيونية العالمية والنظام الأمريكي لكل من يتجرأ على يعني أن يتحدث في بعض الأمور حول اتهام اليهود بشيء. نعم. هذا نحن أدركناه جيدا، ولأننا أدركناه جيدا يجب علينا أن نؤمن أنه الإعلام لا يواجه إلا بالإعلام. جميل. والفن لا يواجه إلا بالفن، والسياسة لا تواجه إلا بالسياسة، وأيضا الإعداد العسكري لا يواجه إلا بالإعداد العسكري. إذن المقاومة الشاملة هي كانت هدف أساسي لدى النخب الفلسطينية ولدى القيادة الفلسطينية الواعية بأنها أين ستذهب في القضية الفلسطينية. نحن ما ضيعناه للأسف بأخطاء بعض القيادات في عملية التسوية، ما تسمى تسوية، وهي استسلام مع هذا الكيان المجرم على أرضنا. نعم. تمام، بمشروع أوسلو التصفوي اللي فرط بأكثر من 76% من الأرض الفلسطينية ومن الحق الفلسطيني، حتى أنه لم يستطع أن يحافظ على ما تبقى من أرض فلسطين، وازداد الاستيطان توغلا في الضفة الفلسطينية، وازداد التضييق على أهل القدس، ويعني شراء العقارات غصبا عنهم، وأيضا استفزازات المستوطنين تجاه الحق في يعني القرى الفلسطينية، وكان الصهاينة يدخلون ويخرجون في الضفة المحتلة يعني كيفما شاءوا دون أن يحرك أحد ساكن، إضافة إلى التنسيق الأمني وغيره. والنتيجة أن فلسطين، نعم، لم تتحرر بعد، بل زادها عبئا، ولم يعترف بها، ولم يعترف بها، ولم تصبح القضية الفلسطينية على الطاولة مطروحة، بل أصبحت طي النسيان، حتى أصبحت في ذروة انزوائها، ويعني وشبه يعني تغييبها عن الساحة الدولية في أواخر عصر ترامب وابنته، عندما كان التوقيع في القدس على، وقبلها يعني عندما كان التطبيع من الأنظمة العربية والاعتراف بإسرائيل، فكانت غزة تقول كلمتها بالضبط. وهنا يعني 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 اسمح لي من هذا الاستوديو ومن سلطنة عمان وشعبها المضياف المحب والمناصر للقضية الفلسطينية كثيرا، أن أوجه التحية، والتحية لا تفي، حق أهلنا في غزة رجالا ونساء وأطفالا وقيادة للمقاومة هناك، أنهم في هذا اليوم عندما كانت ابنة ترامب في القدس وكانت تمارس الطقوس في الاستعلاء الصهيوني والصهيو أمريكي على أرض فلسطين وفي القدس عاصمة فلسطين، أمام العالم الإسلامي والعربي للأسف، وأمام الأنظمة المستسلمة، كان شعب غزة يقول كلمته بالدم، فكانت شاشات التلفاز الداعمة للقضية الفلسطينية تقسم الشاشة نصفين، نصف كان لمشهد مخزي شاهد على الأمة التي كانت تعيش حالة الغثائية، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أو نحن من قلة يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. عندما نترك الموت في سبيل الله يكون الذلة، فعندما تركت الأمة
يعني هذا الموت في سبيل الله من أجل المقدسات، من أجل أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بوابة الأرض إلى السماء، معراج النبي الذي أمى به الأنبياء، وعندما فرضت الصلاة التي تصل الأمة كلها بربها في اليوم، عندما فرطت الأمة بهذا الأمر كان نصف الشاشة يعطي هذه الصورة المخزية المؤلمة حقيقة، وكان النصف الآخر يعطي مشهد العزة أن الخير باقي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الدم يقدم على الحدود الشرقية في كل قطاع غزة من رفح وحتى بيت حانون، كان الناس المدنيين النساء والأطفال والرجال من شعب غزة، من الحاضنة الشعبية التي احتضنت المقاومة ونموذج المقاومة الفلسطينية، كانوا يشتبكوا مع هذا الاحتلال المجرم، الاحتلال الصهيوني بصدورهم العارية، ودفعوا أثمانا كبيرة، كانت مئات الشهداء أمام أعيننا، مئات الشهداء أمام العالم على الشاشات، ولا أحد يحرك ساكنا، ولكن غزة عذرت نفسها أمام الله وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت إننا نقول كلمتنا، أننا لا يمكن أن نفرط بالقدس، ولا يمكن أن نفرط بباقي أرضنا، وأن فلسطين هي أرض وقف إسلامية لا يمكن أن نفرط بشبر واحد منها. فالحمد لله لا زالت غزة حتى بالطوفان، وعندما نتحدث عن الطوفان هي تقدم النماذج المشرفة كيف هي مركز إعداد ومركز بركة للجهاد والمقاومة على أرض فلسطين. الله أكبر. طيب دكتور، الكثير يتساءل أيضا عن طبيعة الشخص الغزاوي، من أين يستمد كل هذه الطاقة من هذا النشاط، فصاحة في اللسان، قوة في المعنى. رأينا الأطفال الآن في طوفان الأقصى، يقف الواحد منهم أمام الشاشة وبكل فصاحة يتحدث، بينما الآخر من نفس أقرانه في دولة أخرى لا يكاد يقيم كلمتين فوق بعضها البعض. من أين لأهل غزة كل هذه الفصاحة وكل هذا الثبات وكل هذا البيان كذلك؟ الله أكبر. ينطلق أهل غزة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا. مدام ما فيش ضلال في هدى، أكيد، ومدام في هدى في بركة وتوفيق إن شاء الله رب العالمين. عندما بدأنا مسيرة القرآن في غزة، عندما أصبحت المساجد فيها موائد للقرآن والسنة، عندما أصبح يربى الجيل على موائد القرآن والسنة، وما فرطنا في الكتاب من شيء. الله. والقرآن فيه تبيان لكل شيء، والقرآن بركة ونور وهداية. فالحمد لله رب العالمين، كان هناك اهتمام كبير جدا حقيقة في من القيادة في قطاع غزة، هذا النموذج المشرف، البقعة العزيزة من فلسطين كلها، بل من الوطن العربي، بل من الأمة الإسلامية، كان يشع نورا. وهذه البركة حقيقة أنا أرجعها أيضا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خير الرباط رباط عسقلان، وقاطع عسقلان على ساحل البحر من سواحل الشام هو يمتد من مدينة المجدل على شاطئ البحر إلى أوائل مدينة العريش، وهذا القاطع عاصمته الجغرافية هي مدينة غزة. مدينة غزة اللي تتحقق النبوءة النبوية اليوم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الرباط رباط عسقلان. هذا الرباط الآن مركز إعداده في عاصمته في غزة، في قطاع غزة كان الإعداد، وأول الإعداد كان هو إعداد الإنسان الفلسطيني. ما شاء الله. وتكلمنا سابقا عن المورد البشري. نعم. وأهميته. عندما كان الاهتمام في الإنسان الفلسطيني في غزة، عندما كان الاهتمام في الطفل الفلسطيني منذ النشأة، عندما تربى على موائد القرآن، شهد العالم أجمع كيف أصبحت مراكز تعليم القرآن الكريم على مدار الأيام تخرج حفظة. وشهدنا بعد ذلك ليست حفظة، بل من تعلموا علوم القرآن والسنة وكيف حصلوا على السند المتصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى نسبة حفاظ قرآن مقارنة مع أعداد السكان رغم الظروف والحصار والتحديات الموجودة في أهل غزة. وعندما شاهدنا مؤخرا أيضا ظاهرة السرد القرآني على جلسة واحدة،
صحيح. لم نرى هذه الظاهرة المنتشرة بقوة وتمكن مثل ما رأيناها في غزة. نعم. غزة العزة، غزة اللي عرفت الطريق. صحيح. ومن يعلم الطريق لا يتيه، ومن تعرف أن الله تبارك وتعالى يعني يقول اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط المستقيم بقول النبي صلى الله عليه وسلم يترجم تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، كان التمسك بالقرآن والسنة، فكان تربية النشء على القرآن والسنة، فكان الأمل من القرآن والسنة، فكانت التربية والسلوك من القرآن والسنة، فكان الاهتمام بالقضية الفلسطينية من القرآن والسنة، فنحن نقول أن أقصانا هو آية من قرآننا، فكيف نكفر؟ كيف نتخلى وإذا ما تخلينا عن أقصانا كفرنا؟ كيف نتخلى عن شبر من أرض أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم وهي موقوفة لكافة المسلمين؟ كيف نفرط بها؟ والله تبارك وتعالى شرفنا أن نسكن أرض الرباط. كل من يسكن، كل من أجبر أن يكون الآن خارج غزة بسبب الحرب وهو يحترق من أجل أن يرجع إلى أسرته، من أجل أن يستنشق هواء غزة، من أجل أن يأخذ أجر الرباط، من أجل أن يدعم وهو في كافة أماكن تواجده، ونحن نتحدث عن غزة، ونحن نتحدث عن 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 هذه البقعة التي تشع نورا وهي نارا على الأعداء، نحن الآن من هذا الاستوديو نستشعر أن الله تبارك وتعالى يكتب لنا أجر المرابطين هناك، وأجر المجاهدين هناك، لأنه نحن الله يعلم أن قلوبنا تعتصر ألم. صحيح. وتحترق أننا ليست موجودين في غزة مع أهلنا. لم يبقى بيت في غزة إلا قدم. جميع أهل غزة أبطال، جميع أهل غزة حقيقة يعني نضرب لهم تعظيم سلام، لأنه كل أهل غزة، لا يوجد بيت لم يقدم شهيد، لا يوجد بيت لم يقدم جريح، لا يوجد بيت لم يقدم أسير، لا يوجد بيت لم يقدم صاحب البيت بيته في سبيل الله. أكثر من 80% الآن من البيوت ذهبت، المستشفيات هدمت، لا يوجد خطوط حمر في هذه الحرب، بل في هذه الإبادة الجماعية والهولوكوست والمحرقة الصهيونية، وأمام العالم لا يوجد حرمة للإعلام ولا اتفاقيات الإعلام، هناك انتهاك لكافة حقوق الإنسان، هناك جرائم منظمة، جرائم دولة عن سبق إصرار وترصد بحق الإنسان الفلسطيني والمقدرات الفلسطينية والكوادر الفلسطينية، استهدفوا الأطباء، استهدفوا الدفاع المدني، استهدفوا حتى الشرطة المدنية ليعيثوا الخراب والفساد والدمار ويخلطوا الأوراق داخل غزة، ولكن بقيت غزة بحاضنتها الشعبية تحتضن نموذج المقاومة، بقي المقاوم الفلسطيني صاحب العقيدة واليقين الصادق على الله يخرج بعد 10 شهور، بعد ونحن دخلنا في نصف الشهر 11 من هذه الحرب طويلة. والله لو تعرضت دولة كبيرة من هذه الاعتداءات بهذا الحلف الأمريكي الأوروبي الصهيوني، يضربون عن قوس واحدة هذه الدولة الكبيرة بكل هذه المقدرات لاستسلمت وانتهت، ولكن غزة بقيت بحفظ الله تبارك وتعالى، ثم بحاضنتها الشعبية الواعية المؤمنة بالله والواثقة بنصر الله وتمكينه وبالأجور العظيمة عند الله تبارك وتعالى. فيخرج المجاهد ويقول، وانتشر الفيديو. نعم. والعالم كله شاهد هذه الفيديوهات. بالضبط. يقول نحن الآن نعمل تحت طائرة الاستطلاع الصهيونية. صحيح. وهي لم ترانا ولن ترانا، يقين صادق على الله تبارك وتعالى، أخذ بالأسباب وهو يكمل مهمته الجهادية. يخرج مجاهد آخر ومعه القنبلة يضعها على الدبابة، أين استشعار الدبابة؟ كيف عطلت استشعار الدبابة؟ وكيف عطل استشعار طائرة الاستطلاع الصهيونية؟ هذا الموقف أوجه فيه رسالة للعالم كله. نعم. أقول للعالم الكافر وللعالم الظالم، وأقول بعدها للعالم المتعاطف يعني لكل من لديه ذرة إنسانية ويتعاطف مع القضية الفلسطينية، لا تحزنوا إن الله معنا. هذه قالها سيدنا إبراهيم وقالها سيدنا موسى عندما الله تبارك وتعالى عطل خاصية الحرق. نعم. لتحرق نبي الله إبراهيم، نحن تعلمنا العقيدة من هذه القصة. الله. وعندما الله تبارك وتعالى أمر سيدنا موسى أن يلقي العصا ليفلق البحر ليمر وهو في قمة ضعفه،
كصورة الضعف الحاصل والخذلان لغزة وأهلها، ويغرق فرعون في قمة جبروته، ونحن الآن نعيش قمة الاستعلاء الصهيوني. صحيح. العالم كله لا يستطيع يقدم شيء لغزة ولا يوقف هذه الجرائم الممتدة على مدار اللحظة. فيستشعر المجاهدين الحفاظ خيرة أبناء ورجال غزة، يستشعر بهذه القصص، فتكون العصا هي أخذ بالأسباب. كل عندما قال قوم سيدنا موسى إنا لمدركون، يعني انتهينا. صحيح. فقال سيدنا موسى صاحب اليقين والصادق على الله واليقين الكامل على الله، كلا إن معي ربي سيهدين. شوف العقيدة، شوف تربية النشئ على هذه القيم ايش بتعمل. كلا إن معي ربي سيهدين، فكان التدخل الإلهي زي ما عطل خاصية النار في الحرق عطلها في خاصية الغرق لسيدنا موسى. فالله تبارك وتعالى هو يتدخل بعنايته الإلهية للمجاهدين في غزة ويقدم لهم الكرامات، فيعطل خاصية الاستشعار للدبابة، يعطل خاصية الرؤية لطائرة الاستطلاع، فالمجاهد ينفذ مهمته ويعود أدراجه بسلام. والله إن هذه الكرامات الإلهية تجعلنا على يقين صادق على الله وكامل. أخي الحبيب عدنان، أن النصر قاب قوسين أو أدنى، وأن هذه الحرب ما طالت إلا لحكم إلهية كبيرة يجب أن نعلمها نحن ويعلمها أهل غزة ويعلمها كل محب لأهل غزة. ونقول للكفار والمنافقين، سيغيظكم الله تبارك وتعالى بالنتائج، لا تفرحوا كثيرا، فالنتائج دائما تكون والنصر يكون لأولياء الله تبارك وتعالى. فنحن على يقين أن النصر قريب، وأن هذه الحكم هي لفضح المنافقين ولفضح الكافرين، هي من عرت إسرائيل في كل المحافل الدولية وأصبحت ليست حمل وديع بل هي مجرمة تنفذ إبادات جماعية، بل تأخذ أحكام حقيقية بأنها هي مجرمة حرب وقادتها مجرمي حرب. وهذا كله كان لم يكن لو أننا بقينا عند صورة واحدة هي صورة التطبيع اللي حكينا عنها عندما كانت في نصف الشاشة المخزية، ولكن من حرك هذه الصورة المخزية إلى صورة مشرفة تتطابق مع قصص أنبياء وترقي أهل غزة وترفع درجاتهم بالشهداء وبهذه الصورة المشرفة لأعلى درجات الجهاد، هو تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والله إنها العقيدة واليقين. نعم. إلا فما الذي يفسر أن يقوم مجاهد أعزل محاصر بأن يقف في وجه كل قوى الاستعمار والصهيونية العالمية ويكبر الله عز وجل ويقذف قذيفته الياسين وتفعل الأفاعيل التي ربما هو بنفسه لم يكن ليتصورها؟ اسمح لي أخي عدنان أرد على هذا بأبيات من الشعر. يعني دائما أدندن بأبيات من الشعر تعطيني أنا أولا قبل أن تعطي غيري شيئا من الأمل. قلتها خطيبا على منابر غزة، وقلتها كثيرا في ندوات، وقلتها كثيرا على إذاعات وفضائيات، وأتشرف أن أقولها الآن، وهي للدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله. أولا أقول تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا، كل ما يصيبنا هو أذى فقط، سيمر مرور الكرام وستكون النتيجة لنا. تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا، وفي التاريخ بر يميني ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيى ديني، ليحيى ديني. أما الأبيات الأخرى وأختم، أقول يا رسول الله طب نفسا بطائفة، وهنا أوجهها لأهل غزة، هذه الطائفة المنصورة الذي قال في حقها النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قيل أين هم يا رسول الله؟
قال في بيت المقدس وأكنى في بيت المقدس. يقول لهم وأقول لكل من يتعاطف ولكل من يحمل في ذرته ذرة إنسانية تجاه نصرة فلسطين ونصرة غزة، يا رسول الله طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا، قادوا السفينة فما ضلوا ولا وقفوا كيف لا وقد اختاروك ربانا، دستورهم لا فرنسا قننته ولا روما، دستورهم من عند الله قرآنا، دفعوا ضريبتهم للدين من دمهم، للدين من دمهم، للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا، دفعوا ضريبتهم صبرا على محن، وهل أشد من محن تمر بها غزة الآن، دفعوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. ونحن نرى شباب غزة ورجال غزة وأطفال غزة، والله أنهم بلال وعمار وسلمان، أنهم صحابة يسيرون على الأرض. إن أخلاق أهل غزة عندما تخرج المرأة الثكلى وهي تسحب أبناءها من تحت الأنقاض، وهي تودع الشهداء، وهي تقدم ما تقدمه في سبيل الله، عندما تقدم ذلك رخيصا في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر. أنعم وأكرم بغزة العزة وبأهلها. طيب دكتور، والحديث ذو شجون، كنا نتحدث عن أطفال غزة وعن صمود أطفال غزة وعن فصاحة أطفال غزة وعن بيانهم. ابنتك وأبناؤك كانوا في بيت في رفح، قصف هذا البيت، خرجوا من تحت الأنقاض، ظهرت على شاشة قناة الجزيرة وقالت عبارة لا تنسى. حدثنا عن ذلك اليوم الصعب وعن هذا اليوم الذي لا ينسى. الحمد لله رضا وتسليما، أعانك الله وصبرك. يعني احنا خرجت انا وزوجتي قبل الحرب في 3 أكتوبر للعمرة، وعندما وصلنا يعني عندما خرجنا من غزة بعد 3 أيام بدأت الحرب. وطبعا أسرتي كباقي الأسر في غزة كانت في البيت في تل الهوى، وعندما اشتد الكرب هناك خرج الأبناء إلى بيت جدهم في منطقة التفاح، وبعد ذلك قصف البيت في تل الهوى. وعندما ضاق الأمر على أهل التفاح، البعض طبعا أهل غزة أوصلت رسالة كبيرة جدا أننا لن نترك غزة وهي في شمال القطاع، وبقي كل الأهل، ولكن نزحوا أطفالي لأنهم لوحدهم مع خالهم إلى المنطقة الوسطى، ومن ثم من المنطقة الوسطى عندما ضاق الأمر في الوسطى ذهبوا إلى خان يونس، وعندما ضاق الأمر في خان يونس بمنشورات النزوح المتكررة ذهبوا إلى بيت الصديق الشهيد الحبيب الصحفي الكبير عادل زعرب، وهو من أول مراسلي إذاعة صوت الأقصى. خرجوا إلى بيته فاستقبلهم وبقوا عنده 2 أسبوع، يعني في 15 للنزوح عندهم قصف البيت دون سابق إنذار. لا إله إلا الله. كما صور كثيرة من الجرائم التي ظهرت بهدم البيوت على المدنيين، فكان في يعني حصيلة الشهداء 23 شهيد، من ضمنهم صاحب البيت الصديق العزيز والأخ الحبيب الشهيد عادل زعرب وهو صحفي، و22 من النازحين المستضافين في البيت، منهم ابنتي الطفلة الحافظة لكتاب الله عن ظهر قلب فاطمة الزهراء، كان عمرها 12 عام، وعندما حفظت القرآن الكريم كانت أقل من 9 سنوات بفضل الله عز وجل. والحمد لله الذي شرفنا بأن أبنائنا كلهم أولادنا يعني حفظ لكتاب الله تبارك وتعالى، وهم يدرسون في المدارس الشرعية. فباقي الأولاد طبعا حتى الجرحى اللي خرجوا من البيت خرجوا في يعني جراحات صعبة وبتر، فالأولاد خرجوا بجراحات بسيطة وأخرجوهم من تحت الأنقاض، ومن شاهد البيت المقصوف يعني قال لا لم يخرج أحد سالما من هذا البيت. ففي المستشفى عندما رأوا الأبناء وعرفوا أنهم كانوا في نفس البيت يعني استغربوا. فقناة الجزيرة يعني عملت مع ابنتي الكبيرة وهي يعني عمرها 15 عاما، وأيضا يعني هي حفظ القرآن، عملوا معها مقابلة يعني كيف خرجتم أحياء، احكي لنا كيف خرجتم أحياء. فكانت تتحدث في المقطع الذي نشر على الجزيرة
أنه بفضل الله عز وجل نحن ننام يوميا على يعني الأذكار وعلى يعني أداب النوم وأذكار النوم و يعني الحمد لله رب العالمين نحفظ القرآن كاملا ونقرأ ياسين بنية الحفاظة. فتحدثت البنت يعني كثيرا في اللقاء وتحدثت عن أختها فاطمة الزهراء كيف كانت تنام هي وأختها مريم الأصغر منها على نفس الوسادة، وكيف هذه استشهدت وكيف هذه لم يصبها أذى إلا إصابات بسيطة جدا، وكيف ابنة عمرها سنتين صغيرة جدا كانت أيضا في المكان وخرجت بخدوش بسيطة، ويوجد صور لهم في التقرير وهم في خدوشهم البسيطة. فكان هذا إعجاز، هذا من كرم الله ليوصل لنا صورة أن الله هو القادر وأننا لا نحزن على الشهداء. الشهداء ويتخذ منكم شهداء هي اصطفاء، اثنتين يناموا على نفس الوسادة تستشهد واحدة وتبقى واحدة. هذا يقول لأهل الشهداء رسالة أن الشهداء لا نحزن عليهم، وهم اصطفاء من الله تبارك وتعالى، وهم شفعاء لنا، وهم شفعاء لنا. فهنيئا لكل من يقدم شهيد، هنيئا هنيئا. فهذه الحقيقة تعطينا يعني تعطينا رفع درجات وتعطينا كرامة في الدنيا والآخرة. ويعني نحن والله لا نحزن، الفراق صعب صحيح، الإنسان ربما يبكي ربما يعتصر ألم على فراق الأحبة، ولكن نحن يعني نعلم يقينا أننا سنجتمع معهم في أعلى درجات الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وسنكافئ إن شاء الله رب العالمين. نشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا على الحوض، وسنرى وجه الله عيانا بإذن الله تعالى. نحن وكل من يصبر ويحتسب ولا يتأفف مما هو موجود في قطاع غزة، ألا هل ننسى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ونركز أخي الحبيب عدنان بغير حساب، من منا يعني لا يريد أن يدخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب؟ والله إنه لشرف كبير أن نرابط بنوايا صادقة على أرض الرباط، وأن نسهم بما نستطيع بمسيرة الإعداد، فكل منا على ثغر فلا يؤتين الثغر من قبله. بلا شك، جزاك الله خير الدكتور. بلا شك أن الحديث عن الموضوع الإنساني بنفسه يعني يحتاج أولا إلى قلب حتى نواصل به هذه الحلقة، ولكن لعلنا نرجئه إلى وقت آخر، لأن حقيقة قلوبنا وعيوننا لا تستحمل كل هذا. أعزكم الله، بارك الله فيكم. نرجع إلى دور الإعلام دكتور. القضية الفلسطينية قضية عاجلة، ظلمها الإعلام العالمي، بروباغندا تعمل ضدها ليل نهار في سبيل رفع الآلة الصهيونية وتمجيدها وجعلها أنها كالحمل الوديع والتبرير لها بالضبط، وإعطاها صبغة إنسانية وأنها سحبت حق. بلا شك هذا بلا ما شك. وعيناه وما شاهدناه وما حللناه في الإنتاجات والمحتوى الموجود في أدوات القنوات الصهيونية ومن معها من حلفائها. فنحن أخذنا بالأسباب، توكلنا على رب الأسباب بما نستطيع. جميل. قدمنا في الإعلام الفلسطيني الإعلام المقاوم، وأسسنا يعني في غزة القنوات اللي بنشوفها مثل قناة الأقصى وقناة القدس وقناة فلسطين اليوم وغيرها من القنوات بما نستطيع من إمكانيات لا تذكر. وهذا يعني قلنا هو فيه حقيقة تعظيم سلام للإرادة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية، قيادة المقاومة تحديدا في غزة. فكان هناك توصيل للصوت الفلسطيني إلى حد ما، كنا من أكثر المواكبين وأسرع المواكبين للإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الرواية الفلسطينية وضحض الرواية الصهيونية. أيضا كنا آمنا بدور الفن. جميل. كقوة ناعمة مؤثرة ولغة إنسانية مشتركة مع العالم كله. جميل. أنا ممكن أقدم بالفن وبدون لغة، أقدم مشهد واحد وهذا المشهد يعطيني يعني الحق ويعزز الحق الفلسطيني أمام كل الناطقين بكل اللغات. فإحنا آمنا بهذا الدور والقيادة آمنت، فكان بالمال القليل اللي لا يصنع شيء بالمناسبة، ولكن شعرنا فيه البركة والتوفيق أيضا، بدأنا ننتج الفن. الدراما الإذاعية أنتجناها، الدراما التلفزيونية أنتجناها، الفيديو كليب أنتجناه، الستاند أب كوميدي أنتجناه وواكبناه، دراما التلفزيونية أنتجناها، وكان هناك مجموعة من الأفلام ومجموعة من المسلسلات المقاومة اللي بتقدم فن مقاوم نظيف هادف يرتقي إلى حجم القضية الفلسطينية ودماء الشهداء والتضحيات. نعم
أخذت وزن نسبي كبير بما له علاقة بالمظلومية الفلسطينية من وأيضا القوة الفلسطينية، قوة الإرادة الفلسطينية، وأخذت جانب أقل في المساحة الاجتماعية والإنسانية بحكم الظروف والواقع الموجود. ولكن بفضل الله عز وجل أوصلنا صوتنا حتى أن عدد من الأفلام وعدد من المسلسلات تم دبلاجها ببعض اللغات العالمية وعرضت على بعض القنوات التركية والعالمية، وهذا يعني أعطانا أمل أن بالفعل نرجع إلى بداية ما تحدثناه في بداية الحلقة، قاعدة ننطلق منها بمفهومنا دوما في كأهل غزة: من يريد يستطيع، ومن يريد يضع الأهداف ويضع الرؤى ويضع الرسائل لمنهجه وحياته على كل الصعد، صعيد الشخصي والصعيد المؤسسي والصعيد التنظيمي، ويبدأ التنفيذ بشكل ديناميكي يعني ويحقق. يعني بالأمس كنت أجلس مع مجموعة من الأصدقاء العمانيين وغير العمانيين، فنتحدث عن غزة، ونتحدث عن يعني كيف الإنسان ممكن أن يخدم غزة، فكنا نتحدث عن أفكار بسيطة هي موجودة، ولكن نريد أن يكون لنا يعني بصمة فيها ويكون تكون في صحائف أعمالنا. فقلنا إحنا مثل هذه الجلسة مدتها ساعتين، لو أننا في ساعتين صورنا لبعض المؤثرين على الساحة العمانية سواء من الزوار أو يعني أضيف أو أهل البلد، نعم، من أهل التخصصات كافة، 50 ثانية لكل واحد، 200 شعر عن القضية الفلسطينية لطفل، فقط 50 ثانية، ورسالة قانونية حول الجرائم الموجودة في غزة لمختص قانوني عالمي موجود على أرض عمان أو عماني، وهكذا. لو إحنا كل أسبوع سجلنا 5 فيديوهات قصيرة وأسهمنا بترجمتها ونشرها، هو خير ولا مش خير؟ خير كثير، وخير عميم وكبير. ووالله القضية الفلسطينية وغزة تحتاج، وهي بأمس الحاجة، لكل جهد يضاف في دفع القضية الفلسطينية وإظهار مظلوميتها والوقوف أمام الرواية الصهيونية الكاذبة والمزورة، ولا أحد يحتقر جهده أبدا، ولو نشيد ولو قصيدة ولو نحن مع المقاومة الشاملة ونحن مع الجهد الشامل، نعم. وأنا قلت نحن كل منا على ثغر، فلا يؤتينا الإسلام من قبله. نحن الآن في هذه الحلقة يعني لا يمكن، أنا كسعد لا يمكن أستهين بهذه الحلقة. هذه الحلقة أنا أعتبرها في صحيفة أعمالي حتى ألقى الله، وكل من يحضر هذه الحلقة ويستفيد ولو بكلمة واحدة من هذه، هي في صحيفة الأخ عدنان وفي صحيفة هذه القناة وفي صحيفة من ينفق على هذه القناة إلى قيام الساعة بإذن الله تعالى. طيب دكتور، هل لك أن تذكر لنا بعض الأعمال الدرامية أو المسرحية التي قمتم بتنفيذها على سبيل المثال؟ نعم، بفضل الله عز وجل منذ الصغر يعني أنتجنا العديد من الاسكتشات المسرحية، كانت تؤدى في المدرسة والجامعة وتؤدى في الأفراح الإسلامية الملتزمة. جميل. وهنا أقول موقف واحد ثم أنتقل إلى العمل الرسمي. جميل. يعني عندما كنت على رأس فرقة وكنت خريج شريعة وأنا خطيب في مساجد غزة، وبفضل الله عز وجل يعني يعرفنا الناس، وكنا نطوف بالفرقة أيضا، فرقة أفراح إسلامية ملتزمة، نطوف إلى الأفراح الملتزمة في المناطق، فالحواري الأحياء تعرفنا، مرة يراك البعض خطيب ويراك البعض ممثل في فرقة مسرحية تؤدي أدوار كوميدية مضحكة عشان يعني في أفراح تكون تناسب هذا المقام. فمرة في منطقة جديدة علينا ذهبت إلى يوم الخميس كان، طيب، ذهبنا نحيي فرح إسلامي. جميل. فكان لي دور كوميديان، يعني نوصل رسائل وقيم من خلال الابتسامة والضحك، فالناس ضحكت وانبسطت على الممثل الكوميدي سعد. وبعد الحفل طبعا جاءوا يسلموا علينا وما شاء الله ويتصوروا معانا، ويعني أضحكتنا كثيرا، وطبعا احنا كنا ننبسط كفرقة عندما نؤثر في الناس. جميل. لأن كنا نزرع قيم صحيح، يعني لا نسعى لا لنجومية ولا نسعى أنه أنت ترضي الله تبارك وتعالى على هذا الطبع، يتوفرون البديل أيضا، ونحن كبديل قوي ونعتبر حالنا الأصل وغيرنا البديل، ولكن كنا نمارس يعني الأمر بالفعل هو كسلاح بديل، نريد أن نطمس الباطل. جميل. فثاني يوم الجمعة كان عندي خطبة، فطبعا الفرح كان قريب من مسجد العريس الملتزم فيه العريس، وكانت خطبتي في هذا المسجد. يعني أهل الفرح حضروا الخطبة عندك؟ حضروا، أول شيء حضروا الحفلة، حضروا دور ممثل سعد الكوميديان،
فذهبنا ثاني يوم لإلقاء الخطبة، وكنت بالمناسبة أخطب في البدلة، لم أكن أخطب في الدشداشة في الجلابية. فذهبت إلى نفس المسجد يعني أخطب الجمعة، وأول مرة كنت أخطب في المنطقة هذه. فعندما دخلت يعني قال لك ما هو معزوم على الغداء، احنا عندنا الوليمة تاعت الفرح. فبدأت الناس تأتي تثني مرة أخرى، ما شاء الله عليك الليلة انبسطنا خالص، يعني أفرحتنا ودورك كان مؤثر. فضحكت للآن أنا. يفتكروك من عمر أيوة. فجايين أنه أنا جاي أصلي وأحضر الغداء الوليمة وأمشي. طيب. فسلمت على الجميع وصافحتهم، بقي تقريبا يعني دقيقتين كده للأذان، فتقدمت نحو المحراب مكان الخطيب، فنظرت الجميع ينظر إلي، صليت الركعتين، فالمؤذن بتطلع بده الخطيب، ماذا يريد هذا الكوميديان؟ ما في خطيب. فأقول للمؤذن جاء الوقت، قال نعم يا أستاذ جاء الوقت لكن الخطيب ما جاء، قلت له أنا الخطيب. فانصدم، فأنا خرجت على المنبر السلام عليكم وأذن، و الحمد لله أنجزنا الخطبة، ونحمد الله تبارك وتعالى أنه الله تبارك وتعالى يعطينا توفيقا حتى في الخطابة. فعندما نزلنا فالناس في الخطبة يعني تأثرت وبكت، ما شاء الله. فبعض الأحباب هناك قال سبحان الله الليلة أضحكتنا والآن في الخطبة أبكيتنا، يعني كيف تجمع بين المتناقضين؟ فقلنا لهم نحن في الفن ليس لا نسعى للنجومية ولا الأجور، لأنه أصلا ما كانت بتجيب فلوس، كانت فقط تكلفة الأمر، ونحن كنا يعني شباب نقدم الشيء هي دعوة إلى الله تبارك وتعالى. نحن الله وفقنا على ثغرين، هل نحرم أنفسنا من أجور ثغر الخطابة وثغر الفن؟ طبعا لا، وبقينا إلى سنوات هكذا بفضل الله عز وجل. أما بعد ذلك في الإطار الرسمي قدمنا بفضل الله عز وجل يعني أوبريتات مسرحية عن القضية الفلسطينية، قدمنا عن النكبة، قدمنا عن الأسرى، قدمنا عن الأقصى، هذا أعمال مسرحية يعني على مركز رشاد الشوى الثقافي وغيره من المسارح مثل مسرح الهلال وغيره. قدمنا عن الإنجازات الفلسطينية للمقاومة حقيقة مثل مثلا خطف شاليط والأسرى، قدمنا مثلا عن عذابات الأسرى داخل السجون بشكل إنساني لوزارة الأسرى، كان من إنتاج وزارة الأسرى وكان إخراجي. أيضا تكلمنا عن دور الشرطة الفلسطينية وتضحياتها بشكل عام لصالح الشرطة الفلسطينية، كان إنتاج المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية. قدمنا أوبريت آخر للشرطة النسائية لأنها كانت يعني لها إنجازات كبيرة وخاصة في قطاع غزة، فقدمنا لهم. وقدمنا كثير من القضايا كمسرح، قدمت بفضل الله عز وجل يعني كثير من إخراج الكليبات وعرضت على قناة الأقصى الفضائية، أيضا كثير من الأفلام الوثائقية قدمتها عن فلسطين وعن بعض القيادات ومسيرتهم يعني، وعرضت على أيضا قناة الأقصى الفضائية. قدمنا بعض الأعمال الأوبريتات اللي كانت تقدم نماذج تربوية وإرشادية، قدمناها في مهرجانات وقدمناها، وهذا كله كان بفضل الله عز وجل يعني من إخراجي. يمكن التنوع الحاصل في شخصيتي كتخصصات أكاديمية وكما كأعمال مهارية منذ 20 سنة وأكثر، الدمج الحاصل لم يحصل فيه التشتت بفضل الله، بل أنا أعتبر أنه زاد ثقافتي. جميل. سواء حتى على مصعيد الإعداد وكتابة السيناريو، من أهم صفات المعد وكاتب المحتوى الثقافة الواسعة، فأنا أعتبر أنه يعني وجودي في أكثر من تخصص هو زاد ثقافتي، بل تخصصي وليس ثقافتي في كثير من الأمور، وهذا حقيقة أعطاني إثراء وأعطانا أثر بفضل الله عز وجل. أسأل الله أولا وأخيرا الإخلاص والقبول. فيعني هذا جزء من الأعمال. أيضا دخلنا على الدراما التلفزيونية، كنت يعني بفضل الله عز وجل المشرف العام والمنتج الفني على الفيلم يعني السينمائي في سينما المقاومة الفلسطينية عاشق البندقية، وكان يتحدث عن الشهيد القائد عوض سلمي التي استلم الراية من عماد عقل بعد مرحلته، وسبقه طبعا فيلم عماد عقل، وكان أيضا هذا الفيلم من إنتاج قناة الأقصى الفضائية، ويعني بعده فيلم عاشق البندقية، وبعد فيلم عاشق البندقية بدأت مسيرة إنتاج المسلسلات يعني المقاومة التي كانت تعرض على قناة الأقصى الفضائية والأفلام، وكانت من إنتاج قناة الأقصى الفضائية وبعد ذلك من إنتاج دائرة الإنتاج الفني في حركة حماس، يعني كانت الأكثر إنتاجا والأكثر غزارة في إنتاج الفن المقاوم وسينما المقاومة الفلسطينية. بفضل الله عز وجل الله وفقنا إنه يعني نقدم ورقات عمل حول سينما المقاومة الفلسطينية ورؤيتنا إلى أين الثقافة الفلسطينية وإلى أين الفن الفلسطيني المقاوم. قدمت ورقة عن استراتيجية يعني
اللي هو الثقافة الفلسطينية في الخطة الخمسية اللي كانت مقدمة لوزارة الثقافة الفلسطينية في عهد وزير الثقافة الدكتور محمد المدهون، وكنت رئيسا لرابطة الفنانين الفلسطينيين أيضا لسنوات، قدمنا خلالها الحمد لله رب العالمين اتفاقيات في مصر مع جهات فنية، في إيران، في تونس، ذهبنا وأوصلنا صوتنا مع فرق فنية وتراث فلسطيني، قدمنا من خلاله المظلومية الفلسطينية، وقدمنا في القوة الفلسطينية والحق الفلسطيني. يعني أينما توجهنا من خلال الفن كان لنا صوت الحمد لله. يعني قدمت ومنذ أكثر من 15 عاما وموثق في مواقع يعني الإلكترونية، نشرت كثيرا على ثغر التعبئة والتثقيف تجاه الحق الفلسطيني من خلال الفن والقوى الناعمة، قدمت مقالات عديدة منشورة على العديد من المواقع والقنوات، بل تمت استضافتي على قنوات فضائية كثيرة وعديدة، ويعني مئات المرات يعني يمكن تجاوز 1000 مقابلة أتحدث سواء في الخارج أو في الداخل، قنوات مصرية، قنوات تونسية، قنوات يعني عربية بشكل عام، تحدثت عن المظلومية الفلسطينية، تحدثت عن القوى الناعمة ودورها في معركة التحرير مع الصهاينة، تحدثنا بشكل تعبوي وبشكل يعني يعزز الوعي عند الجمهور العربي والإسلامي وحتى الإنساني لدى الغير. فيعني الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا، أن يقبل منا يعني هذا كله ويزيدنا إن شاء الله حتى نلقى الله. دكتور، اليوم هناك من يستهين بمثل هذه الأمور، مثلا من يدعم المقاومة بقصيدة أو بأبيات أو بأنشودة، يقول المقاومة هناك تحمل السلاح، أنت يعني هراء ما تفعله فقط، أو ذر رماد، أو أن فقط إفراغ جهد، وهذا كله لا يعني الفلسطينيين بشيء. أنا أنسف هذه الرواية، أنسفها نهائيا بنموذج عملي واحد. طيب، النموذج العملي اللي بنرد فيه أهم من كل النظريات. الآن الجمهور الصهيوني المجرم أصبح ومنذ حروب سابقة ولكن تعزز في طوفان الأقصى لا يثق في القيادة الصهيونية الكاذبة، وأصبح رغم كل التعتيم والتشديد ومقص الرقيب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن غيرها يشاهد ويتابع المصادر للمقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية اعتمدت الشيء اللي البعض بيحقره، ايش يعني اصور؟ ما انا يكفيني ان 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 يعني احمل البندقيه او العبوه. نعم. ولكن منذ بدايه اللحظه الاولى لهذه الحرب لطوفان الاقصى المبارك، لاعاد القضيه الى الطاوله مره اخرى بهذه الدم الزكيه الغاليه، ولا يوجد احقاق حق بدون دفع اثمان وهما كانت عاليه. صحيح. الكاميرا كانت مرافق للمجاهد. الذي يحمل الكاميرا يساوي من يحمل العبوة ويضعها، بل ربما في كثير من الأحيان هو نفسه يحمل ويضع الكاميرا على رأسه ويصور. وأيضا إن لم يكن مجاهد يحمل الكاميرا ومجاهد يحمل العبوة، فهناك مسيرة من صناعة القسام ومن الفصائل الفلسطينية تصور هذه المشاهد. إذن لولا اهتمام ووعي قيادة المقاومة من منطلقاتنا الإسلامية، أننا كل الثغور يجب أن نعمل عليها، أنها اهتمت بثغر الإعلام، لما كان التوثيق، لما كان رفع المعنويات لكل محبين القضية الفلسطينية ولأبناء شعبنا أن يصمدوا ويروا إنجازات أبنائهم اللي عمرهم 16 و17 و18 سنة من حفظة القرآن، خيرة المجاهدين، خيرة أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يحملون القرآن في صدورهم والإيمان واليقين، ويعدون وأعدوا لهم ما استطعتم ركز بين قوسين أخي عدنان، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا العدو المجرم يخاف من أي شيء، من أي إعداد. نعم بالضبط. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. والشيخ أحمد ياسين رحمه الله الملهم، المؤسس، هذا الرجل الفلسطيني، هذا الرجل العالمي، هذا الرجل المشلول الذي كان لا يحرك شيئا منه إلا همته العالية ورأسه. نعم. فقط عندما وضع هذه المعاني ووضع هذه الهمة وضع النجاح لهذه المقاومة، وقال أن المقاومة الفلسطينية هي الخيار وما دونها ضياع. فعندما آمنا بهذه المقاومة الشاملة أصبح الفن
كمحتوى والإعلام الذي يرافق المقاوم والمحتوى الفني الذي يهيئ المقاومة أصبحت رسائل واضحة، فأصبح العدو يغتاظ منها بل ويتابعها، تمام، بل وسلوكه نراه وردات فعله ويرتبك ويشتبك مع القادة من خلال المصادر الخاصة بالمقاومة الفلسطينية. ولو أن هذه غير موجودة لما كان حالنا هذا الحال في فرض الصورة الفلسطينية الحقيقية عبر القنوات العالمية. بالضبط. وهناك أيضا شقين دكتور، يعني المقاوم المجاهد عندما يدك هذه الدبابات هذا بنفسه يبعث على النصر وعلى العزيمة طبعا، وكذلك الجانب الآخر الجانب الإنساني الذي يقول هذا الجيش الصهيوني بأنه أكثر الجيش أخلاقيات. نعم. هذه هي المجازر التي يرتكبها أيضا وثقتها الكاميرا. وأنا أريد أن أعطي إشارة. نعم. البعض ربما يقول يعني أنتم تقولون أننا بمستوى إسرائيل وأننا من أين هذا يعني إيش إحنا بنمتلك ونحن طحنا. نعم. بعض يعني أنا لا أقول عن أهلنا في غزة فوالله كلهم على خير، ولكن هناك من يجلس في أماكن ويسوق هذه الروايات ليجعل البعض يتأثر ويضعف داخل الساحة الغزية الآن، فيتسلل الإحباط إلى قلوبهم وتكون الهزيمة من الداخل، ولكن هذا هراء. أهل غزة أهل الوعي وأهل القرآن، أنا أقول لهم نحن نمتلك، أقول للعالم وأنا نوهت سابقا وأؤكد الآن، نحن نمتلك قصص إنسانية، شهداءنا ليست أرقام، كل قصة شهيد هي تفاصيل إنسانية صعبة على محبيه وعلى أهله. الله أكبر. وهو صاحب حق وهو يقيم الحج على أمة محمد كلها بل على العالم كله، وكل جريح بتر أو لم يبتر قدم جراحا وقدم دما هو يقيم الحج على أمة محمد جميعا ويقيم الحجة على العالم الظالم، وكل أسير اختطفه من أرضه هذا الاحتلال الصهيوني المجرم وعذبه وأعدمه داخل السجن، حتى القبور الموتى لم تسلم، نبشوا القبور أمام أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يحرك أحد ساكنا. إذن لا، إحنا أمام مظلومية كبيرة، نحن أمام محرقة صهيونية وهولوكوست صهيوني يعني مجرم، اتضحت صورة هذا العدو على حقيقته أمام هذه الدماء، ولكن بنفس الوقت نحن أمام عزة، نحن أمام كرامة. أرادوا لنا الانكسار من أول 3 أشهر وكان بلينكين المجرم يجلس على طاولة الحرب الصهيونية يقود الحرب، صحيح، والحاملة الطائرات الأمريكية أمام ساحل فلسطين، وجيوش 12 دولة أوروبية تسهم في الميدان وإمداد اقتصادي، إمداد اقتصادي بسبب تعطل الزراعة والصناعة في دولة، صحيح، الكيان في هذا الكيان صهيوني المسخ من دول عربية للأسف. نعم. ونحن في غزة نتعرض إلى الأمرين وإلى الحصار وإلى حرب التجويع، ونحن في 2024 حرب تجويع. أين العالم الإنساني؟ أين الإنسانية؟ أين حقوق الإنسان؟ أين وأين وأين؟ هذه التساؤلات الكبيرة لا يمكن تجعلنا ننكسر ونحبط. صحيح. والله إن المقاومين في أهل غزة وإن أهل غزة سيبقوا على ثغر المقاومة وسيبقوا يقاوموا إما النصر وإما الشهادة. هذه يا هذا يقين زرع في أهل غزة، ونحن نرى صور عزة وصور مشرفة وصور مشرقة تضمد جراحنا وتسري عن قلوبنا، وإن شاء الله وما النصر إلا من عند الله. الله يريد بإطالة هذه الحرب وهذا الأمد صح مزيد من التمحيص والغربلة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا أي بإيمانهم وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وأنا بقول لأهل غزة والله أنكم على حق وعلى خير، وأقول للعالم الذي يساند الصهيونية ويساند هذا الكيان ساء ما تحكمون. الله أكبر، جزاك الله خيرا دكتور. في ختام هذه الحلقة الجميلة، رسالة التحدي والأمل التي تحب أن تبعثها. رسالة التحدي والأمل يعني تخرج من القلب
إلى قلب كل طفل ورجل وامرأة وشاب في غزة العزة. أقول لهم أولا هنيئا لكم بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا بقلوبكم يا أهل غزة، اسمعوا بقلوبكم أحبابي في الله، اسمعوا بقلوبكم يا تيجان الرؤوس ويا أوسمة وقلائد نضعها على قلوبنا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ركزوا، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وأنتم اليوم انظروا إلى أنفسكم، أنتم الوحيدون على أرض فلسطين من يعد ويقدم ويجاهد، فهذا يسرع عن قلوبكم، والله ما تقدمونه هو رفع درجات لكم في صحائف أعمالكم، كل ما فقدتموه سيعوضكم الله خيرا منه، ومن ترك شيئا لله احتسابا عوضه الله خيرا منه. خير الرباط، اسمعوا البشرى الثانية من حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، تبعث فينا الأمل والتحدي، خير الرباط رباط عسقلان، وأنتم عاصمة قاطع عسقلان، هنيئا لكم هذا الرباط. وأيضا أقول لكم أن الأمة، أن المرابط في سبيل الله لموقف ساعة في سبيل الله خير من 60 عام عبادة، هذه بشرى أيضا. فأنتم في هذه الأرض المباركة تعدون وتجاهدون، فإذا ما صبرتم واحتسبتم لكم الأجور العظيمة. وأختم أيضا بوصية لي ولأسرتي ولأهلي كلهم في غزة، أقول لهم إذا ما أردتم ألا تفتنوا إن شاء الله رب العالمين، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلموا لو أن الأمة اجتمعت إنسها وجنها على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، بشيء يعني شيء حقير لا يذكر باللغة العربية، ولو اجتمعت الأمة إنسها وجنها على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلموا أن الجهاد والجرأة في سبيل الله لا تقصر عمر، وأن الجبن والهزيمة والانكسار لا تطيل عمر، فالأعمار مقدرة عند الله تبارك وتعالى، فلتصبروا ولتحتسبوا ولتجاهدوا، وسيكون لنا الغلبة والعزة بإذن الله. وإذا لم يكن من الموت بدٌ فمن الحماقة أن تموت جبانا. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه الحلقة المثرية والرائعة التي استفدت منها كثيرا حقيقة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين يا رب العالمين. شكرا لكم مشاهدين ومستمعين الكرام على حسن الاستماع، حلقة رائعة مع الدكتور سعد، مكتنزة بالمشاعر وبالأحاسيس وبالرسائل النافعة والمفيدة، خذوا بأحسنها ونلقاكم على الخير بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.